قام وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان دانا عبد الكريم وبرفقته وفد من الوزارة بزيارة قضاء سوران للاطلاع عن كثب على كيفية تنفيذ المشاريع المتعلقة ببناء الطرق وإعادة تأهيلها، منها طريق سبيلك وخليفان وخاصرة سوران. وفي إطار زيارته افتتح الوزير مديرية الطرق في سوران التي كانت دائرة صغيرة من قبل. اليوم زرنا قضاء سوران الذي أصبح إدارة مستقلة بقرار من حكومة إقليم كردستان، وفي إطار زيارتنا سنتفقد مجموعة من المشاريع، وكذلك سنقوم بافتتاح مديرية الطرق في سوران. نتمنى أن تصبح هذه المديرية مديرية فعالة وتستطيع أن تقدم خدمات جيدة لحدود منطقة سوران. جلسنا مع الجهات المعنية في هذه المنطقة واستمعنا إلى المشاكل الموجودة فيها، سنحاول حل هذه المشاكل قدر الإمكان.